اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، بحييك وبحيي كل الناس المحترمه وبحيي علاء حمام على اخباره المحترمه كالعاده. نروح للنادي الأهلي. نروح للنادي الاهلي بقى، شويه استقرار كده بعيد عن شده الاعصاب دي. يا ريت والنبي، الحلقة دي تعبتني. ما كانش نقطتين ضاعوا يعملوا فينا كده، وحاجة غريبة والله، والله حاجة غريبة. صح؟ الدوري لسه طويل وفي نقاط هتضيع اكتر واكتر، فلازم نكون اهدى يعني. اصل هي مؤامره ملهاش دعوه بالنقاط او الدوري يا ابو حميد. انا عارف هي مؤامره، بس يدعو للعبد لله اللي بيكشف المؤامرات بدري بدري بس. ايوه بالظبط، صح كده. وانا بقترح عليهم انهم ياخدوا علاء حمام متحدث رسمي. والله العظيم اقسم بالله. انت كده سلمته؟ لا لا لا، والله العظيم ما سلمته، والله بالعكس، علاء زملكاوي مقنع يستفيدوا بيه، لان الاستاذ عصام سالم النهارده عمل كوارث. انا مش بقول الكلام ده على سبيل التهكم، انا بتكلم جد. عايزين حد زي علاء، شوف جاب لك المعلومه في منت وبيرد في اي وقت، لكن الاستاذ عصام سالم النهارده دون ان يدري دخل في المؤامره. تقطع باتشيكو يا راجل. طب اقول لك على حق، انا مستغرب حد رسمي من النادي ويتكلم بالطريقه دي على مدير الفني للنادي بتاعه. تمسح بباتشيكو الارض يا راجل. وفي الاخر خالد الغندور روح عمل فيديو كمل على الفرقه، وراح قال جمله وائل مرعي ظبطه، قال لك بس سدد زتونه. الراجل كل الليله دي ايه؟ قال لك انا ما فيش حد بيرضى يجيني من اللعيبه البرنامج، ولما اكلمهم عايزين مني فلوس. للاسف للاسف مش وقته خالص، خصوصا ان الزمالك عنده ماتش الترجي كمان خلال ايام. مفيش كده، مفيش كده في الدنيا خالص. ربنا يهدي الجميع. اتفضل يا عم، روح للاهلي. نروح لاخبار النادي الاهلي، وطبعا استعدادات النادي الاهلي لمباراه مهمه جدا، مباراه فيتا كلاب اللي كونغوليا السبت القادم. يعني استعدادات على قدم وساق. موسيماني رفض منح لاعب النادي الاهلي راحه، الفريق اتمرن يعني الاثنين وتم الاتفاق ان اللعيبه هتاخد راحه الثلاثاء. يعني موسيماني بعد ما اللعيبه ادت مران يوم الاثنين اجتمع مع اللعيبه بالكامل والجهاز الفني وقرر منح لاعبي الفريق بالكامل راحه الثلاثاء، ثم بعد ذلك الاهلي ان شاء الله يتمرن اربع خميس جمعه، ثم يدخل معسكر مغلق طبعا استعدادا للقاء الهام اللي خلاص ما فيش يعني النتيجه لا تقبل الاسم على اثنين. الاهلي واخد مباراتي فيتا كلاب باذن الله كعنق زجاجه، الفوز في المباراتين باذن الله بيضمن حظوظ النادي الاهلي في التاهل ان شاء الله. موسيماني منح نجم النادي الاهلي والذي تالق في المباراه الاخيره الشناوي طبعا بعد الكدمه اللي تعرض ليها امام لقاء طلاع الجيش، فالشناوي يعني لم يشارك فيها مران الاثنين. موسيماني منحه راحه 24 ساعه طبعا بالاضافه للراحه اصلا في المران اللي ما فيش مران زي ما انا بقول يوم الثلاثاء. موسيماني حب يطمن على الشناوي، هو كان اشاد بيه جدا في المؤتمر الصحفي واشاد بان ادى يعني اداء مذهل امام لقاء طلاع الجيش. موسيماني الحمد لله يعني بياكد ان الشناوي له قيمه في النادي الاهلي، ويمكن كل جماهير النادي الاهلي متفقه على هذا الامر. الشناوي جاهز للقاء فيتا كلاب ما فيش اي مشكله، ولكن يعني الجهاز الفني فضل منحه مزيد من الراحه حرصا على حالته. نفس القصه محمد هاني اللي اشتكى من كدمه شويه في العضله الخلفيه، علشان كده يعني لم يتمرن في المران يوم الاثنين، ولكن باذن الله جاهز برضه للمشاركه ما فيش اي مشكله. علي معلول هو بس اللي موقفه للاسف في صعوبه، وكل شويه الموقف بيزداد صعوبه. يعني علي معلول نسبه تواجده في لقاء فيتا كلاب لا تزيد عن 30% للاسف، وان كان يعني كلامنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام او المدرب المساعد في النادي الاهلي بيقول ان ما زالت الامال قائمه، ما فيش استعجال لعوده معلول. يوم الاربع هيتعمل له برضه اختبار طبي، وربما يشهد يوم الاربع جديد بشان علي معلول، ولكن من الواضح إن علي معلول بيخرج من حسابات موسيماني في لقاء فيتا كلاب السبت القادم، ومحمود وحيد هو اللي موسيماني مركز عليه وواضح إنه استقر عليه خلاص. حتى فكرة الدفع بأيمن أشرف ظهير أيسر وإنه يلعب ببدر بنون وجنبه وليكن ياسر إبراهيم، موسيماني ما حدش يعملها قدام طلاع الجيش، فخلاص هو حابب محمود وحيد في المركز ده ويأدي. وسامي قمصان النهارده في تصريحات لقناة النادي الأهلي بشكل رسمي أشاد بمحمود وحيد وأدائه
مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. مهم برضو ان انا اوضح بس للناس تاني، محمد هاني جاهز للقاء فيتا كلاب، وعدم مشاركته في مران الاثنين امر لا يعوق باذن الله مشاركته في اللقاء. جميل، في مران النادي الاهلي محمود متولي العائد من اصابه طويله برباط الصليبي لاول مره يشارك في جزء من التدريبات البدنيه وجزء من تدريبات الكره. محمود متولي بنقول له الحمد لله على السلامه، يعني ان شاء الله باذن الله يعني رويدا رويدا بيدخل كده تدريبات النادي الاهلي الجماعيه عشان يقدر يعود ان شاء الله خلال الفتره القادمه. على هامش المران موسيماني اجتمع مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي علشان يطمئن على حاله اللاعبين بالكامل وعلى حاله المصابين. يمكن موسيماني يعني بيحاول يعمل بعض الجلسات المنفردة، كان في اجتماع مع حسين الشحات أيضا نفس القصة كهربا، هو بيحاول يعمل حالة استفاقة مع كل اللاعبين طبعا قبل لقاء فيتا كلوب. كمان كان في تدريبات ويعني جلسات علاج طبيعي لوليد سليمان نفس القصة كمان بالنسبة لكريم ندفد اللي بيقترب يعني بإذن الله من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. موسيماني كالعادة قبل التمرين عمل محاضرة بالفيديو مع اللعيبة اتكلم فيه عن أخطاء في يعني في سوء التمركز في بعض الأوقات، سوء قرارات فردية من بعض اللعيبة سواء في لقاء طلاع الجيش أو حتى في مباريات الأهلي الأخيرة. يعني الحمد لله الأهلي فوزه في طلاع الجيش بيديله دفع الحمد لله بإذن الله أمام لقائي فيتا كلاب، وإن كان طبعا النادي الأهلي أكيد مباراتي فيتا كلاب مباراتين مهمين جدا 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 في مشوار الأهلي الأفريقي، وجماهير النادي الأهلي منتظرة فيهم المزيد بإذن الله. يعني في تفكير ربما الأهلي يفكر في أنه يدخل معسكر مغلق مبكرا يبقى 48 ساعة بدل 24 ساعة قبل لقاء فيتا كلاب السبت القادم، وربما الكابتن محمود الخطيب يكون حاضر للمران خلال الفترة القادمة يعني في محاولة ل طبعا شد أزر وروح اللعيبة قبل هذا اللقاء الهام والمرتقب. طيب حسين الشحات يعني طمنا عليها اللي دي حاجه الناس بتسال الحاجه الثانيه اتفضل. حسين الشحات خلينا نوضح، حسين الشحات ما فيش مشكله خالص، جاهز بشكل يعني عادي جدا، يمكن نال انتقادات من بعض الجماهير شويه عن سوء ادائه في لقاء طلائع كلام مشيان ونهايه الموسم والفيلم ده. لا لا لا، كلام سابق لاوانه جدا، ومع كل مباراه حسين الشحات ما يظهرش بالمظهر او بالمستوى المطلوب منه نلاقي على طول على طول اعرف كده اوتوماتيك تاني يوم هنلاقي كلام عرض في الامارات، عرض هنا عرض هنا، خناقه، حسين الشحات مش مقتنع مش راضي، ده امر خلاص اعتادوا عليه الكل في النادي الاهلي. حسين الشحات مكمل ومن اللعيبه ومن الركائز الاساسيه في النادي الاهلي في هذا التوقيت، ولا حديث تماما تماما عن رحيله مع نهايه الموسم. كلام سابق لاوانه، انت لسه بدري ولسه فتره الانتقالات اللي في يناير منتهيه منذ ايام، فمن المبكر الحديث في هذا الامر يعني. حتى موسيماني في المؤتمر الصحفي اتكلم وقال ما فيش مشكله خالص وحسين الشحات مكمل، وحتى اتكلم برضه على ديانج، الناس اتكلمت على ديانج وقالت لك ديانج موسيماني بيخرجوا من حساباته ورافض هذا المبدا تماما، وقال انا اشرفت السولية وحمدي فتحي لاسباب فنيه. دلوقتي حمدي فتحي مثلا خد انذار في لقاء طلاع الجيش، هي يعني بقى عنده ثلاث انذارات، خد انذار امام البنك الاهلي والمقاولين العرب وطلاع الجيش، يعني لم تاخدني الذاكره، وبالتالي مش هيلعب مع الاهلي امام الاسماعيلي يوم 10 مارس في الاسبوع 15 من الدوري العام، ساعتها ديانج هيكون موجود واكرم توفيق. يعني اللي انا عايز اقوله عدم مشاركه اي لاعب او حتى عدم ظهور اي لاعب بالمستوى المطلوب منه ده مش معناه رحيله مع النادي الاهلي مع نهايه الموسم يعني. طيب في اي حاجه تانية خاصه بالفريق؟ من النواحي البدنيه بس عايز اوضح يمكن برضه انا لسه كنت عايز اسالك في موضوع النواحي البدنيه. الناس على فكره من ضمن الحاجات اللي زعلتها يعني بص عايز اقول لك على حاجه يا احمد بما يرضي الله، اللعيبه من هم يعني اصدقاء لاصدقائي ومن اعرفهم، الناس بيقول لك هذا الجهاز فيه ميزه كبيره جدا مع الراجل بتاع البدني. يعني حتى لو كان تحفظهم على موسيماني كلعيبه انه فايلر اعلى منه فنيا، قال لك ولكن عنده الراجل بتاع البدني موقفنا على رجلينا، واحنا بالخبرات مع موسيماني بنعرف نخلص. ولكن المباراه اللي فاتت كان في حاله احباط من البدني اللي كان عليه الفرقه. اتفق معاك يا استاذ عبد الناصر، خلينا نتكلم بس الشقين. يمكن انا في حديثي مع بعض اللعيبه وعلى مستوى الشخصي والله ده كلام يعني يحاسب عليه،
سألت يعني أنت شايف لبعض اللعيبة تدريبات فايلر واستفادة الفنية من فايلر ولا موسيماني؟ الإجابة إن موسيماني فاهم كرة أكتر، موسيماني بيحبب اللعيبة في الكرة أكتر، موسيماني بيحاول يثير حماس اللعيبة في الكرة أكتر. حتى أحد اللعيبة اللي كان موجود في الأهلي ومش برضو أجاب بنفس الإجابة، واتمرن مع هنا واتمرن مع هنا. فالكل رايح إن موسيماني لا عنده فكر كروي أفضل من فايلر، قريب من اللعيبة أكتر، بيتكلم مع اللعيبة. يعني يمكن فايلر ما كانش بيعمل ده، ما كانش فيه. هي بص يا أحمد، بص يا أحمد، باختصار موسيماني عنده العنصر الإنساني عالي، زيه زي المدرب المصري. فايلر راجل محترف ما بيعرفش الرحمة، وانت اللي عيل حاس التراب هو اللي عيبه معايا في الملعب. فده ملخص الليلة، وده في حد ذاته بيفشل مع مع اللاعب المصري. كان اجيب لك من الاخر يعني. بص احنا مع الوقت دلوقتي لو حللنا الاهلي هنلاقي الرصيد اللي سابه فايلر بدأ ينفذ مع بداية الموسم الرياضي. في بداية الموسم الرياضي 2021 في الدوري كانت الناس مستنية تشوف من موسيماني الشغل بتاع موسيماني، وليس بقايا شغل فايلر. شغل فايلر بقايا كانت نهايتها الموسم بكاس افريقيا، ودي حقيقة قالها كل الخبراء مش انا. النهاردة موسيماني عنده الإنسانيات عالية، يعرف يخاطب الجمهور، يعرف يعمل حماس، يعرف يخش جواك، يعرف يخش قلبك، يحبك تحبه. الحاجات دي بتاعت الكابتن جوهري رحمة الله عليه فيها العناصر دي بتاعت حسام حسن حاليا. دي موسيماني تركيبة منطنتنا، حد شبهنا. اللاعب المصري مع الوقت مع اللي زي ده بيقع منه، لانك انت اللي ما كانش عندك السيف والجلاد فوق رقبتك طول الوقت مع فرقه بوزن الاهلي لا تقبل القسمه على اتنين، تقع منك حاجات كتيره قوي 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 قوي.